Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden Çarşamba günü 29 Mart 2023. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Şıbırgan şehrinin Firmezi köyünde bulunmaktayız. Bugün burada Cavide ve satılmış kızı merhuma Mukaddes Çetindur adına gönderilen 332. içme su kuyusunun açılışını yapacağız. Rabbim kabul eylesin. Rabbim merhumamızın ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. Bu açılışı bir Kur'an ayetiyle başlıyoruz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم رب اجعل هذه البئر صدقة جارية وهدية واصلة إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من هو له حق علينا خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أوصلك إلى جميع مقاصدك ومقاصد خيرك وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل في آخر كلامك في آخر هذه الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله برحمتك يا أرحم